الهدف الثالث أن يعدد الطالب أشكال الهجرة في الوطن العربي. تعريف الهجرة هي انتقال السكان أفراداً أو جماعات. تعريف الهجرة هو انتقال السكان أفراداً أو جماعات من مكان إلى آخر. الهدف طلباً لحياة أفضل. الهجرة بشكل عام هي انتقال السكان من مكان إلى آخر طلباً لحياة أفضل. أشكال الهجرة عندنا الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية. الهجرة الداخلية عندنا كالهجرة من الريف إلى المدينة، ومن المدينة إلى المدينة، وأيضا الهجرة بين الدول العربية. الهجرة الخارجية عندنا الهجرة إلى الوطن العربي والهجرة من الوطن العربي. فأشكال الهجرة شكلين، هجرة داخلية وخارجية. الداخلية ثلاث أنواع، من الريف إلى المدينة، من مدينة أصغر إلى مدينة أكبر، أو الهجرة بين الدول العربية. الهجرة الخارجية هجرة إلى خارج الوطن العربي يقوم بها سكان الوطن العربي، وهجرة إلى داخل الوطن العربي تسمى هجرة وافدة. فالهجرة الداخلية التي تتم ضمن الدولة الواحدة من الريف إلى المدينة، وقد تزايد هذا النوع من الهجرة في مختلف أرياف الوطن العربي نتيجة التطور العمراني والاقتصاد السريع الذي حصل في المدينة. يعني المدينة تطورت، نشأت في مجال في شتى مجالات الحياة، الريف عاجز عن تثبيت هذه التطور، وعاجز عن مواكبة النمو الطبيعي وتحسين أوضاعه، فلذلك تمت الهجرة من الريف إلى المدينة. وأيضا عندنا شكل آخر من الهجرات هو الهجرة من مدينة إلى مدينة أخرى. هذه الهجرة تكون من مدينة صغيرة إلى مدينة أكبر، تمام، كالهجرة من المدن المصرية إلى العاصمة القاهرة. طبعا المدن المصريه، تمام، مدينه طنطا، الاسكندريه، كل يعني هذا نعطي مثال، فيهاجرون الى القاهره العاصمه الام، تمام، طبعا لتوفر كافه الخدمات بالقاهره. طبعا بعض الخدمات يعني ممكن تكون الدوائر السياسيه، الدوائر العسكريه، المستشفيات، الوزارات، يعني اماكن تموضع هذه المؤسسات الدوليه بدها تكون بالعاصمه مثلا. فهنا بعض الشخصيات الأشخاص يهاجرون من مدينة ما تتوفر منطقة إلى منطقة أخرى، تمام، الهدف يكون دراسي، جامعي، مستشفيات، وزارات إلى آخره، وظائف فتكون ضمن هذه المؤسسات، فتكون هذه الهجرة سبب الهجرة من مدينة إلى مدينة أخرى. طبعا الوطن العربي نتيجة هذه الهجرة صار في عندنا مشكلة تضخم المدن، تضخم المدن ولا سيما العواصم بشكل حاد. يعني هذا التضخم ناتج عن الهجرة من مدينة إلى مدينة أخرى، فنتيجة الهجرة إليها وعدم توافر برامج عمرانية واقتصادية في أغلب العواصم العربية أدى إلى تفاقم أزمة سكن، ارتفاع ثمن الأراضي، الإيجارات، أزمات النقل، الحوادث، المرور، والعجز في المرافق العامة. هذه كلها المشاكل التي نتجت عن الهجرة من مدينة إلى مدينة أخرى، أن المدن وخاصة العواصم ارتفع أزمة السكن. يعني أزمة سكن ما أنها موجودة، إذا وجدت غالية الأجار، غالية الأثمان، الإيجارات غالية، أزمة النقل، طبعا حوادث مرور كثير، ليش؟ نتيجة الضغط السكاني ووسائط النقل الكثيرة، تمام، والطرقات يعني ما تخدم مثلا كل الأعداد الكبيرة. هذا الأمر أدى إلى نتائج أو مشاكل من المدن نتيجة الهجرة. الهجرة بين الدول العربية، النوع الثالث من الهجرات الداخلية، الهجرة بين الدول الوطن العربي، مثل هجرة العمال العربية، العمالة العربية، يعني مصر، الأردن، سوريا، هذول الشباب الموجودين بمصر، بسوريا، بالأردن، يهاجرون من بلدانهم إلى الدول النفطية، يعني إلى الخليج، قطر، الإمارات، الكويت. الهدف طبعا هو تحسين الدخل، يعني تحسين الحالة الاجتماعية، تمام؟ هذا ضمن الوطن العربي، لكن تسمى داخلية، ما أنها خارجية، لكن هي خارج الدولة، يعني مثل من سوريا إلى قطر على سبيل المثال، خارج سوريا لكن داخل الوطن العربي، لذلك تصنف ضمن الهجرات الداخلية بالوطن العربي. أما الهجرة الخارجية تقسم إلى الهجرة الخارجية إلى نوعين، هجرة إلى الوطن العربي، إلى الوطن العربي، مثل هجرة الآسيويين غير العرب، مثل الفلبينيين والأندونيسيين والأوروبيين نحو البلاد العربية ولا سيما الدول النفطية، طبعا الهدف العمل.
يهاجرون من خارج الوطن العربي إلى الوطن العربي، ولهذه الهجرة أثر كبير، يعني أثر سلبي طبعا في النسيج الاجتماعي في الوطن العربي، وما يترتب عليه من اختلاف في العادات والثقافات. يعني عادات الأوروبيين تختلف عن عادات العرب بكل مفاصل الحياة، اختلاف كل يعني من ناحية الدين، من ناحية العادات الاجتماعية، العلاقات، هذا مختلف، هذا يؤثر يعني له أثر كبير بالنسيج الاجتماعي. أيضا الهجرة من الوطن العربي، لو شفنا عن الهجرة إلى الوطن العربي، من الوطن العربي إلى خارج الوطن العربي، وتتمثل بهجرة العمالة العربية إلى الخارج، مثل هجرة المغاربة، الجزائريين، مغرب، تونس، هذول يهاجرون إلى أوروبا. ولعل من أكثر الهجرات الخارجية خطورة على تطور الوطن العربي، يعني يقلل من تطور الوطن العربي ويخف من مضاهاة الوطن العربي بالتطور مع الدول الأخرى، هي هجرة الكفاءات أو هجرة الأدمغة العربية إلى أوروبا وأمريكا. طبعا مو يهاجرون أصحاب الكفاءات، الدكاترة، المهندسين، الجامعيين، هذا يترك أثر سلبي في التطور الاقتصادي والاجتماعي الدول العربية. يعني من أخطر الهجرات هجرة الوطن العربي هي هجرة الأدمغة أو هجرة العقول. عرف الهجرة وأذكر أشكالها يا أحمد عبد الله. هي انتقال سكان فردا أو جماعة، أفرادا أو جماعات، من مكان إلى مكان إلى مكان آخر، طلبات الحياة أفضل، أشكال هجرة الداخلية وهجرة الخارجية. تمام. فالهجرة كتعريف هي انتقال السكان أفرادا أو جماعات من مكان إلى آخر طلبا لحياة أفضل، أشكالها هجرة داخلية وهجرة خارجية. عدة أنواع الهجرة في الوطن العربي، طبعا هاي أنواع الهجرة في الوطن العربي بشكل كامل يا طلاب. الهجرة في الوطن العربي عندنا نوعين، داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية داخل الدولة الواحدة، داخل الدولة الواحدة تقسم إلى ثلاثة أقسام، من الريف إلى المدينة، بين الأرياف، بين المدن، تمام؟ يعني من ريف الريف، من مدينة المدينة، من الريف إلى المدينة، هذه هجرة داخلية ضمن الدولة الواحدة. هجرة داخلية لكن ضمن الدول العربية، ضمن الدولة العربية، مثل هجرة العمال، العمالة العربية إلى الدول النفطية، مثل ما ذكرنا هجرة المصريين والسوريين والأردنيين. بعدين عندنا الهجرة القسرية، هجرة قسرية يعني إجباري، هي هجرة الفلسطينيين إلى باقي الدول العربية. طب هاي تسمى هجرة داخلية، لكن هاي هجرة من نوع الهجرة القسرية، تمام؟ هجرة قسرية، وكلمة قسري يعني هي إجباري، خارج إرادة الشخص، يتم تهجيره خارج إرادته، مو على كيفه، إجباري عنه، هذه تسمى هجرة قسرية، تمثل بالفلسطينيين إلى باقي الدول العربية. الهجرة الخارجية هي من الوطن العربي، الهجرة التي تتم من الوطن العربي إلى الخارج الوطن العربي، عندنا هجرة الكفاءات، الأدمغة، العقول. إلى الوطن العربي عندنا هجرتين، نوعين، هجرة اليهود الاستيطانيين إلى فلسطين، الكيان الصهيوني إلى فلسطين، وعندنا هجرة العمالة الأجنبية، يعني الكيان الصهيوني اللي هاجر إلى فلسطين واحتل فلسطين، شفنا بدروس التاريخ أنه كانت إيقاف الهجرة، يعني كانوا يشترون الأراضي ويهاجرون. وأيضا هجرة العمالة الأجنبية، هجرة العمالة الأجنبية خاصة الآسيويين من غير العرب اللي يهاجرون إلى الوطن العربي طلبا لحياة أفضل.